السلام عليكم متابعين قناه زيم كويزين فاسيل، مرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع الصاد؟ كلشي بخير؟ كنتمنىكم ان شاء الله كلشي تكونوا لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الاكله ديال الكوسوفار بالعربيه، ما عرفتش كيفاش نقول لكم ليها، مي بالكوسوفار كيقولوا لها كريلون اي كالاموج. كيطيب في الفران. المهم تبعوا معايا المقادير من لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش غادي ندير ليها. الو، كنحتاج لهاد الاكله هادي كطيب في الفرن بحال كيكه بحال. المهم مالحه عندي هنايا سميتو الطحين يعني مويان مرقيق مغلد. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده دايبه، عندي 3 ديال البيضات، عندي شويه ديال لي زيت بينار، وعندي بواطه ديال لاكريم فريش على هذا الشكل هذا ديال الطياب، وعندي جوج ديال الخمارات وشويه ديال الملحه. دائما الملحه غير شويه ماشي بزاف. الملح دائما يعني راس صباع ديال الملح بحال هكا. غادي ندير هذيك الزبده، غادي ندير البيض، كتجي زوينه بزاف. غادي نقطع لي زيبينار قطعات صغيورين، كندير لها هكا بالمقص يعني كتجيني سهله ودغيا كتقطع. كندير هذاك لاكريم فريش، انا كنقطعو هكا بالمقص باش كيهود كلو. دابا غادي نبدا كنحرك. كنخلط هذاك الشيء كله بحال الكيكه. انا يعني ما كوليك ولا يعني وحده كتخدم معايا من الكوسوفار، ويعني وجابتها لينا وعجبتني بزاف، داكشي علاش يعني طلبت لها المقادير ديالها وداكشي باش نقدمها لكم. هكذا كتجي زوينه بزاف، كنديرها في الدار انا كتعجب حتى الولاد. غادي ندير الخماره، بالاحسن ندير الخماره دابا باش العجي سميتو مع الطحين ديال القمح كيشرب شويه، باش غير كي ندير دغيا شويه ندير الطحين دغيا نديرها في المول باش ما تقسحش ليا. كنخلط مزيان، كنجيب هذاك المول اللي دخل للفوق، الا ما كندهنوش بالزبده يعني غير هكذا، وكندير هاد سميتو الطحين، وكنخلط دغيا باش ما كيشربش ليا. نزيد واحد شويه صافي، يعني عندك ميزان الطحين يعني حتى هي ما كتعبرش، يعني كدير غير هكذا كتشوف القياس غير بعينيها، يعني هكذا ما تكونش جاريه بزاف، ما تكونش قاسحه العجينه. هانتوما كي كتشوفوا كتكون شويه مطلوقه اللي كتهبط لكم بسهوله في المول. مع يعني الطحين هذا ديال القمح وسميتو كيشرب دغيا، من الاحسن كديروها دغيا خويوها باش ما تشربش لكم وتجي قاسحه بزاف.
تعذبكم فاش تكونوا ديروها في المول. هانتوما كندير لها بحال هكذا وغادي ندخلها الطير ونتلاقاو من غادي الطير. من بعد كي كتشوفوا كريلون كالاموج ها هو طاب كيجي على هذا الشكل هذا. كتشوفوا كتجي شويه مذهبه، ما يعني ما محمراش بزاف، وما كتجي هكا مذهبه كتجي زوينه بزاف. دابا اما بقى ليا الا نقدمها، وحتى الطياب ما كتاخذش الوقت بزاف، 15 دقيقه وكتكون واجده. كي كتشوفوا كنجيب هكذا، انا بغيت نقدمها في هذا التفصيل هذا. كنجيب الموس كنحلها مع الطرف مع كاع الجوانب، غادي نبدا نقطعها. انا غادي نقطعها على هذا الشكل هذا، وانتم كيبقى الاختيار لكل واحد. غير بشويه، هانتوما ما كتلصقش لتحت، مع ديجا هي فيها الزبده. هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا كي كتشوفوا، كتجي خفيفه وزوينه بحال هكذا. اللقوتي في العشيه تجي زوينه بزاف. كي كتشوفوا كنقدمها بحال هكذا، وانتوما كل واحد وعلى حساب الاختيار اللي عنده. كنتمنىكم تجربوها كتجي زوينه بزاف، وعلى حساب البيض اللي عنده بحال هكذا. البيض اللي كان عنده البيض كبير كيدير غير جوج بيضات، واللي عندهم هكذا البيض صغير كيديروا غير ثلاثه، كيديروا ثلاثه. هالي نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده، وكنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم وتبارطاجيوها، وابونيو في لاشين ديالي، ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.